لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. هو ده اللي انت اتفقت عليه مع ماما؟ ايه؟ كنت فاكراني مش هعرف؟ معاها حق، انا لو مكانها مش هرضى ان ابني يكون مع واحدة زي، حتى لو قلتلك اني مش هعرف اعيش من غيرها؟ بتهيألك عادي اني ماما متفهمش انا بحبك ازاي، بس المفروض انت تبقي فاهمة وحاسة. انا ممكن امشي امي وما اشوفيش وشي تاني، بس قولي ان انت بتحترمي اتفاقك مع ماما اكتر ما بتحترمي حبي ليكي، مش قادر تقوليها صح؟ عشان انت بتحبيني زي ما انا بحبك، وحياتك عندي ما هيخلي حاجه في الدنيا تبعدني عنك تاني.
إيمان، أنا جاي أسلم عليكي قبل ما أمشي. مبروك يا عز، كنت متأكدة إنك هتحكمي عقلك وهترجعي لها. أنا كمان متأكدة إن أنت هتحكمي قلبك وهتوافقي بشريف. أنا لو مش عارفة أنتوا بتحبوا بعض قد إيه ما كنتش أقول لك كده. عزة يلا يا بنتي، أحمد مستنيكي تحت. حاضر يا ماما، ادعي لي بقى. بدعي لك يا حبيبتي، يهدي سركم وتكون آخر مرة تسيبي فيها بيتك وجوزك. يلا يلا. متأكد دخولنا بيتنا المرة دي مختلف تماما عن دخولنا واحنا في ليلة الفرح وعن دخولي لوحدي آخر مرة. أنا متأكد إن في حاجات كتير اتغيرت. المهم إحنا نتغير. ده اللي وعدتك بيه قبل ما نتصالح، وأنا مش ناوي أرجع في وعدي. أنا متأكد إنك مصدقيني. نفسي أصدقك ونفسي كمان تساعدني على كده. عزيزي أنا ما كنتش بحبك الحب ده كله، ما كنتش عملت المستحيل عشان نرجع لبعض وبسرعة. يلا خش غيري هدومك وريحي، والمفاجأة الغدا من المطعم بتاعك، والمفاجأة إن بكرة الصبح هتفطري فطار صباحية زي بتاع الأفلام وكل يوم بالشكل ده. يلا. والزوجة هيتأخر أكتر من كده؟ لا يا أستاذ، هو أنا كلمته كيف السكة والشوط. ما تكلمي يا شريف. مش عايز أبين له إن إحنا واقعين في عرض يا ماما، خصوصا هو اللي محتاج لنا النهاردة مش إحنا. هو قوم افتح لك. السلام عليكم. اتأخرت ليه؟ بجيب الشهود. إيه الشهود؟ اتفضل. فين الأمانة اللي اتفقنا عليها؟ الأمانة موجودة بس مش هتاخد حاجة لما تمضي. اتفضل. ماشي.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ادي الزوجة دي شهود يا استاذ، شوف شغل. بطاقة. معاكم بطايق؟ لا طبعا. عدنان. وحشاني قوي. ايه ساكته ليه؟ ما تستعجلش، لسه مش قادر اطلع كل اللي جوايا مره واحده. ماشي، مش هكون طماع واطلب كل حاجه مره واحده. كفايه انك ريحتيلي بقى، عندنا فرصه نبتدي من اول وجديد. انا عايزه اغير الاوضه دي. احمد ربنا اني ما قلتلكش نغير البيت كله. ماشي ماشي ماشي، نغير الأوضة. أحمد أنا صدقتك لما قلت لي إن أنت ما خنتنيش، بس أنت عارف كويس أوي أنا ممكن أعمل إيه لو طلعت بتكذب عليا. عارف، بس أنت عارفة بقى إيه اللي ممكن يحل كل مشاكلنا وخلينا نبتدي من أول وجديد؟ حتة عيل مفعوص قد كده يملى علينا البيت. أنت لسه بتفكر في الموضوع ده؟ هو في راجل ما بيفكرش في المواضيع دي؟ بس كلامك ده بيفكرني بكل مشاكلنا القديمة. ما احنا لو جبنا بيبي مش هيبقى عندنا اي مشاكل. يعني انت شايف كده؟ وانت شايفه حاجه غير كده؟ معرفش، بس كل شيء بقى وين. حبيبي ادخل، ده انت وحشتني، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني يا ماما. ايه ده؟ وانا كمان ما وحشتكش ولا ايه؟ يا بنتي ما انا لسه مسلم عليك وبايسك بره. انا بقى مش قادره اصدق ان انت بقالك بيت وما انتش قاعد معانا. يا ستي ما هو جاي من شهر العسل عليكي على طول اهو. انت مالك؟ اسكتي، روحي شوفي ساميه جهزت الغداء ولا لسه. حاضر، اهي فرصه، انا كلنا لقمه على شرف الباشمهندس. يا شيخه روحي بقى. انا بقى عملت لك كل الاكل اللي انت بتحبه. ربنا يخليك يا حبيبتي. ويخليك ليا. قولي انبسطت في شهر العسل؟ الحمد لله. اخبار نهى ايه؟ نهى حامل. حامل؟ من امتى؟ يعني لسه عارفين قبل ما اجي على طول. مبروك يا حبيبي، الف مبروك، ده اسعد خبر سمعته النهارده. مالك يا ادم؟ شكلك كده مش مبسوط، في حاجه؟ مش عارف يا ماما، حاسس ان انا عملت حاجات كتير قوي عشان خاطر نهى وباباها وعشانك وعشان بابا وعشان خاطر الناس كلها، وظلمت نفسي. ادم اوعى تكون لسه بتفكر. ايوه يا ماما، لسه بفكر في جميله، مش قادر انساها. طب ازاي؟ بقول لك ايه، مش هنتكلم في حاجه دلوقتي، هنكمل كلامنا بعدين. اهلا يا ادم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مش تبارك يا مدحت لادم؟ نهى يا سيدي حامل اهو كده. الواحد ما سمعش اخبار حلوه بقاله كتير. مبروك يا ادم. كل ده شهر عسل؟ لا بقى، انا ما بقاليش كتير ولا حاجه، انت بس اللي بتتدلع عليا.
انا لو كنت عارف ان هتعذب قوي كده بعد جوازك ما كنتش جوزتك ابدا. لا مش هتتعذب بقى ولا حاجه، عشان انا جايبه لك خبر حلو قوي قوي. خبر ايه؟ انا حامل. بالسرعه دي يا حبيبتي؟ في ايه بقى؟ انت مش عايزني اكبرك يعني واخليك تبقى جد ولا ايه؟ عمري الله يا ستي. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا حبيبي. انا هطلع اوضتي اجيب شويه حاجات وانزل اقعد معاك. عايزه اقعد معاك كتير عشان انت وحشني قوي قوي. وانت كمان. اوكي. ازيك يا بابا؟ ازيك يا شريف؟ تمام الحمد لله. جاي تسلم على اختك؟ بس كنت برضو محتاج حركة في موضوع مهم. تعال. بابا انا عايز اتجوز. يا ريت. انا من زمان وانا عايزك تتجوز. ويا ترى بقى مين العروسة؟ ايمان. إيمان مين؟ أخت آدم من جوزنا. اشمعنى يعني إيمان؟ عشان بحبها. قصدك صعبان عليك؟ لو ده كان قصدي كنت قلت يا بابا، بس أنا بحبها. تعرف يعني إيه تتجوز واحدة عامة؟ بابا إيمان بتشوف أكتر من أي حد أنا أعرفه، وبعدين كفايه عندي انها اكتر واحده حبيتني وحاسه بيا. كلام جميل جدا، بس ما ينفعش في الجواز. مساله الجواز دي بقى بالذات عليا انا لوحدي، انا لوحدي المسؤول عنها وانا لوحدي اللي هتسال فيها. انا مش طالب غير موافقتها. لسه ما عرفتش اقنعها. تلاقي دي الحاجه الوحيده اللي احنا متفقين عليها. يعني اتفقتوا عليا مثلا؟ لا، عشان شايفين انت مش شايفه. الجواز ده يعني بيت واولاد وحياه ثانيه، انت محتاج تتجوز واحده تشاركك المسؤوليه، مش واحده تبقى هي نفسها عبء عليك. بابا انا مش اول واحده اتجوز واحده ضريره. وانا مش طالب من حضرتك غير انك تيجي معايا لبابا هنطلبها منه. ابوها ده يبقى شريكي في الشغل وحمى اختك، وانا ما عنديش اي استعداد ان اخسره بسهوله. وانت هتخسره عشان عايز اتجوز بنته؟ ايوه، عشان الجوازه دي مش هتستمر، ده انتمت اصلا. وانت بتحكم عليها بالفشل ليه؟ انت مش حاسس باللي انا حاسه يا بابا؟ احساسك مش كفايه، لازم تشغل مخك. وبعدين انت كنت عايز رايي، هو ده رايي، الجوازه دي مش هتنفع. اتفضلي يا ستي، ادي الحاجات اللي انت محتاجاها. ميرسي يا عصام، تعبتك معايا. مفيش تعب ولا حاجه، انا كنت في السوبر ماركت بشتري حاجات لنفسي، قلت اجيب لك الحاجات اللي انت محتاجاها. طيب حسابهم كام؟ طيب يا جميله اسحبيهم من فضلك. لا ما انا مش هاخدهم لو ما دفعتش ثمنهم. حبيبتي دي كلها حاجات بسيطه يعني، ده كلام فارغ. ادي الفاتوره اهي علشان تصدقي ان هي حاجات بسيطه يعني. على فكره انا مش مديكي الفاتوره عشان تديني الفلوس. انا قلت اديها لك يعني لو حابه تحتفظي بيها للذكرى. كفايني تعبتك معايا. والله يا جميله لما كنت لقيت شغل كنت عزمتك على الحاجات دي فعلا. هو انت لسه ما لقيتش شغلنا على مزاجك؟ بتقوليها وش كده، مش لاقي حد يشغلني اصلا. مين عارف، مش يمكن ربنا يفرجها علينا احنا الاثنين في نفس الوقت. يا رب. ان شاء الله خير. انت مهندس شاطر يا عصام واكيد هيجي لك شغل. جاي لي بقى. اهلا يا نور. عندي كلمتين عايزه اقولهم لك. اتفضلي. مش يا صوت. اتفضلي. مش محتاجين نقعد اصلا. انا وادم رجعنا النهارده من الهانيمون، بس انا بقى ما قدرتش اصبر لغايه بكره، قلت لازم اجيلك عشان افهمك اني مش نايمه على وداني. ليه خليتي ادم يجيب لك المحامي في قضيه عمك؟
انا ما خليتوش، انا اتفاجئت بالمحامي بيقولي ان هو جاي من طرف ادم. اتفاجئتي ليه؟ هو ادم كان عامل لك سربرايز؟ وطبعا ده معناه انه لسه بيفكر فيكي بعد ما اتجوزني، مش كده؟ ولا تكونش دي الخطه اللي اتفقتوا عليها، يتجوزني انا وبرضه يفضل معاكي؟ كنت فاكراكي بتثقي في ادم اكتر من كده. بثق في ادم طبعا، بس ما بثقش فيك انتي. انا سبت ادم قبل ما يتجوزك ومش هرجع له، حتى لو لسه بيفكر فيا زي ما انتي بتقولي. وانا مش جايه اخد وعده من جنابك انك هتبعدي عن جوزي، انا جايه افهمك اني مش هسيبك تلعبي عليه تاني. ادم جوزي وابو ابني اللي في بطني وابوه ابويا شركه في الشغل، وغالبا كده كمان اخويا هيتجوز اخته. تفتكري بقى ان ادم هيضحي بالحاجات دي كلها عشان خاطرك؟ لو كنت متاكده انه مش هيضحي ما كنتيش جيتي لي دلوقتي. انا قلت لك قبل كده كان ممكن اتجوز ادم قبل ما يتجوزك، وساعتها بقى كان هيضحي بكل الحاجات اللي انت بتقولي عليها. انت عايزه تفهميني انه اتجوزني انا بعد ما حضرتك رفضتيه؟ على كده بقى انا واخده فضله خيرك. انا عايزه افهمك اني مش ممكن هرجع لادم، وانا مش هستناكي ترجعي ولا ما ترجعيش. انا هعرف ادافع عن جوزي كويس قوي مهما كان الثمن. انا كنت عند عصام. يا سلام، وحشك قوي عصام عشان تروح له في نفس اليوم اللي رجعنا. هي دي الحقيقه، تصدقيها وما تصدقهاش. انت فاكر انك لما تزعق انا هخاف واسكت؟ لا ما تسكتيش يا نهى، قولي لي ايه اللي وداك الجميله يوم رجوعنا من السفر. كنت عايز اسالها عليه، هو كويس ولا لا؟ يمكن احتاجه انا كمان. هو مين ده؟ المحامي، المحامي اللي حضرتك جبته لها على حسابك. وانت اللي عرفك موضوع زي ده؟ كنت فاكرني هعيش في دور الزوجه المغفله اللي نايمه على ودانها ومش دريانه باي حاجه بتحصل حواليها؟ رد عليا، عرفت ازاي موضوع المحامي؟ انا مش محتاجه ابرر لك، انت اللي محتاج تبرر لي اللي انت عملته. فتشت في موبايلي من ورايا وكلمت المحامي، مش كده؟ اه، عشان خلتني اشك فيك. كنت بتكلمه هو وبتقولي انك بتكلم مامتك. طول الرحله وانت معايا بجسمك ومعاها هي بدماغك، فضلت تفكر فيها طول الوقت حتى واحنا في شهر العسل، وحرمتني من اجمل ايام ممكن تعيشها اي واحده مع جوزها. ما تحاسبنيش غير على تصرفاتي وبس. طب ومشاعرك؟ ولا انت لسه بتحبها؟ كل اللي يهمك اني معاكي، وما سبتكيش تشيلي غلطتنا لوحدك، ومش ناوي اسيبك واروح لها هنا. غلطتنا؟ هو جوازنا بالنسبه لك مجرد تصليح غلطه؟ رجوله يعني منك؟ رجولة مش كده؟ عشان ما افضلش انا متورطة في مشكلة تخصنا احنا الاثنين. يا نهى، أنا اتجوزتك ونفسي علاقتها تبقى أحسن من كده. سيب الأيام تثبت لنا إن احنا ما نقدرش نعيش من غير بعض،
وسيبي جميلة في حالها بقى، كفاية ليا فيه. طب الطيب خاطري بكلمتين عشان أسيب جميلة في حالها عشان ما أروح لهاش تاني، مش كده؟ يعني برضو هي اللي همك في الآخر. يا ريتني رحت لها متأخر شوية، يمكن كنت شفتك عندها ساعتها ما كنتش هتعرف تضحك عليا وتقولي انك عندها عصام. أنا آسف يا إيمان بس كان لازم أقعد معاكي. أكيد حصل حاجة. إيمان أنتِ متأكدة إن عزة حامل؟ آه طبعًا. بس ليه بتقول كده؟ مش عارف، مش عارف. حبيت أسهل عليها مهمة وأجيب لها سيرة الخلفة. وبعدين؟ وشها جاب 100 لون وقالت لي كله بأوان. وأنت كنت مستنيها تقول لك إيه؟ تنتهز الفرصة وتعترف لي بحملها. ما تبقاش عزة اللي أنا وأنت نعرفه. قصدك إيه؟ قصدي إن هي شاكة إن أنا قلت لك موضوع الحمل ده عشان ترجعوا لبعض، وهي أكيد بتستدرجك عشان تعرف منك. قصدك إنها عايزة توقعني في الكلام يعني؟ وأنت أكيد مش هتوقع. طب هتفضل ساكتة لغاية إمتى؟ لحد ما تتأكد إني ما قلتلكش، وإنك هترجع لها عشان بتحبها بجد مش عشان البيبي اللي في بطنها. وبعدين يا سيدي ما تخافش، موضوع الحمل ده مش هينفع يستخبى كتير. يا رب يا رب يا رب. خايفة؟ بس أنا أول مرة أعمل حاجة زي دي. أنتِ اللي صممتي تنزلي البيبي. بس الدكتور قال إن مفيش خطر على حياتي. عشان لحقتي نفسك وأنتِ لسه في الأول. أنا جاهز. وانا مش جاية اخد وعدة من جنابك انك هتبعدي عن جوزي، انا جاية افهمك اني مش هسيبك تلعبي عليه تاني. ادم جوزي وابو ابني اللي في بطني وابوه ابويا شركة في الشغل، وغالبا كده كمان اخويا هيتجوز اخته. تفتكري بقى ان ادم هيضحي بالحاجات دي كلها عشان خاطرك؟ انا هعرف ادافع عن جوزي كويس قوي مهما كان الثمن. Thank you.
صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليكي واشوف الحاجات اللي انا جبتها لك عجبتك ولا لا. هو بصراحه يا عصام انا لسه ما بصيتش فيهم. ممكن تبصي عليها بصه وتقولي لي رايك يعني. في ايه يا عصام؟ انت عايز تقول حاجه؟ بصراحه انا برن على ادم ما بيردش عليا، قلت جايز يكون كلمك. لا ما كلمنيش. بس اوعى تقول له ان مراته كانت عندي امبارح. يا نهار ابيض، انت شكلك ما تعرفيش حاجه خالص. قصدك ايه؟ اصل ادم قابل نهى وهي نازله من عندك امبارح. ازاي؟ قابلوا بعض على السلم، معرفش بقى كان طالع لي انا ولا طالع لك انت. انا يا دوب شفتهم من البلكونه وهم خارجين من العماره سوا. اكيد ده ابو خناقه كبيره علشان كده ما بيردش عليا. انا ما قصدتش ان انت السبب، لا مش انت السبب يعني، ممكن انت تكوني السبب بس من غير قصد. طب انا همشي قبل ما اعوق اكتر من كده. ايه يا حبيبي؟ من امبارح وانت قافل على نفسك مش عايز تقول ايه اللي حصل؟ عادي يا ماما، عارف انك مش فاضيه. واشمعنى انت فضيتلي وفضلت جنبي لحد ما طلقتني من عدنان؟ باباك اتصل بيا وقال لي انك فتحت في موضوع ايمان، وطبعا قال لك انه رفض يجي معايا، وتلاقيه كمان وصلك انك تفضلي رفض. فعلا هو كلمني مخصوص وقال لي كده. باباك خايف عليك من المسؤولية الكبيرة دي انك ما تقدرش عليها لوحدك. لا قصدك انه خايف يشيلها معايا. في الحقيقة انا مش عارفة هو خايف من ايه بالظبط، بس انا خلاص ما بقتش خايفة. يعني انا مستعدة اروح معاك في اي وقت انت تحدده الايمان علشان نخطبها من اهلها. وانت ايه اللي خلاكي تغير رأيك كده يا ماما؟ علشان اتأكدت انك بتحبها بجد، واني ما بقلكش غير يقف جنبك زي ما وقفت جنبي بالظبط. بس بقى احنا محتاجين فرصة أخيرة، يا إما تأكد لي ان حبك ليها أقوى من كل الظروف الوحشة اللي هي بتمر بيها، أو انت اللي تتأكد انك مش هتقدر على الظروف دي. حبيبتي يا ماما ربنا يخليك لي، هتشوفي. ربنا يهديك ويوفقك يا رب. بس فريد اكتر من اللي عملناه ده، انا ما سبتش خرم ابره ما دورتش فيه. انا خايفه لا يكون عمل في روحه حاجه. عمل في روحه حاجه؟ لا يا اختي اطمني، ابنك مش عزيز قوي كده. بقول لك ايه، احنا دورنا في اسكندريه بس يمكن يكون مستخبي هنا. هنا فين يا وليه؟ احنا نعرف حد هنا؟ هو عنده اصحابه. اصحابه دول اللي علموه مخدرات؟ ها مش وقته يا محمود، مش وقته، احنا نلاقي الواد الاول وبعد كده بقى اعمل فيه اللي انت عايزه. ايوه يا فريده، بس انا ما اعرفش سكه ولا واحد فيهم. فريده حتى لو عرفت هروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم ابني فين؟
ابني فين اللي ساب البيت وطفش بعد ما ضرب اخته وامه وانا عايز يضربنا انا كمان؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، يكونش ربنا بيعمل فينا كده بسبب الفلوس بتاعت جميلة اللي انت خدتها منها زمان. بقول لك ايه، 100 مره قلت لك مش عايز الحكايه دي على لسانك. الشره دي عمرها ما هتخلص لغايه ما تخلص ضميرك من ربنا. طبعا يا اختي، وانت دافعه حاجه من جيبك. المال الحرام عمره ما هينفعنا.